وراضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك علشان نطمن ونعرف ايه اللي حصل في خلال الفترة اللي فاتت من نقص السلع في الاسواق، والاس كانت بتحاول انها تطلع اشاعات ان يعني ده خلاص هيقفلوا المصانع فبالتالي مش هيبقى فيه منتجات في السوق فبالتالي المنتج هيشح فنروح خزن ونخلي في بيتك. سيادة اللواء الاول مساء الخير. اهلا بك يا فندم، مساء النور واهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. الاول حضرتك تطمنا على المخزون اللي موجود، هل كافي وغير كافي، وانتوا عملتوا ايه الاجراءات بتاعتكم الخاصه بحمايه حق المواطن في الحصول على المنتجات المختلفه من خلال حملاتكم لمنع الاحتكار؟ اولا في البدايه لازم نقول ان مفيش نقص في السلع في الاسواق، لكن يعني السيد الدكتور مسلح وزير التموين والتجاره الداخليه اكد ان المخزون الاستراتيجي يكفي وامن تماما. تمام. يبقى المهم هو ثقافة الاستهلاك الرشيد والاستهلاك العادل من أهالينا بعدم التكالب والجري للشراء بطريقة عشوائية، ده بيؤدي إلى خلق حالة غير منضبطة في السوق، فبتدي مساحة للتاجر الجشع أو المستغل إن هو ياخد فرصته. صحيح. إنما ثقافتنا المعتدلة، السلع موجودة وآمنة. أنا اليوم ظهرا كنت في سوق جملة في أكتوبر، كل الأشياء موجودة وبأسعار طبيعية جدا، ويعني بأسعار يمكن أقل من الوقت العادي، ولكن التكالب والشراء العشوائي هو اللي ممكن يعمل أزمة في المستقبل. طيب بالنسبة لحملاتكم يا فندم لرصد التجار بقى اللي هو النموذج التاني بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه، جشع التجار ان انا اخد واخزن اعطش السوق عشان تعلى سعر المنتج وابتدي اطلع بكميات محدودة كمان باسعار اغلى، هناك اجراءات رقابية يا فندم. السيد الدكتور لسه مش وجه بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة تجاه كل المخالفين وتجاه كل من يحاول استغلال الموقف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة المواطن. هناك حملات مستمرة في كافة المناطق التجارية والأسواق وكافة الأماكن اللي بتتعامل مع المستهلكين بالتنسيق مع مباحث التموين مع الرقابة التموينية والتجارية، وفي جهود بتبذل وفي حملات الآن في الأماكن وفي الشوارع، هناك حملات في مناطق كثيرة وفي نتائج إيجابية وإجراءات رادعة تجاه المخالفين. السادة المواطنين، من لديه أي بلاغ أو معلومة عن أي ممارسة سلبية أو استغلال البعض لهذه الإجراءات اللي بتتخذها الدولة، توجيهات السيد الرئيس اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية المواطنين. نعم. يعني كل هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي بتتم هي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. صحيح. طيب يعني طريقة التواصل يا فندم لأي شخص يحاول توظيفها لمصلحته الشخصية. تمام. طريقة التواصل نقدر نوصل لجهاز حماية المستهلك ازاي؟ أسرع طريقة. من خلال الرقم المختصر 19588 أو عبر خدمة الواتساب المواطن رقيب 0128 166 1880. نعم. أو عبر صفحة الجهاز، كل الآليات متاحة، كل أجهزة الدولة موجودة وبتعمل بتنسيق تام لهدفها مصلحة المواطن. صحيح. وحضرتك بتتكلم في التنسيق التام ده، هل في تنسيق مثلا مع هيئة الرقابة الإدارية في حملات بتنزل في الشارع دلوقتي يا فندم؟ كل الآليات متاحة يا فندم، التنسيق تام مع كل الأجهزة اللي لها دور في الرقابة على الأسواق، اللي لها دور في حماية حقوق المستهلك وتنفيذ استراتيجية الدولة وسياستها في الاهتمام بكل مشكلات المواطنين، الاهتمام بضبط الاسواق، ضبط المستغلين، مستغل الازمات، تم ضبط في محافظات كثيره مستغلي ازمه الكحول والمطهرات والكمامات، وضبط مصانع تحت بير السلم وبتنتج حاجات مجهوله المصدر. مش المشكله في مجهوله المصدر فقط لان هي مضره بصحه وسلامه المستهلك. صحيح. والدوله حريصه على صحه وسلامه المواطن. فهناك اجراءات بتتم وفي بتسير في اتجاه قوي، المستهدف النهائي هو مصلحه المواطن. نعم. سيادة اللواء راضي عبد المعطي، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله وعلى توضيح الصوره للساده المواطنين. اي شكوى 19588 على طول، 19588 على طول. طيب اقول لكم كده.